معرض التصميم الهندسي لطلبة الكويت طلبة الهندسة والبترول بجامعة الكويت بنسخته 30 جاء بمشاركة 129 مشروعا طلابيا لأكثر من 500 طالب وطالبة. المشاريع المشاركة في المعرض أتت بأفكار جديدة يمكن تطبيقها واستثمارها بشكل أمثل لتخدم تطور الكويت وتقدمها. حفل تكريم الفائزين بجائزة أفضل مشروع بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهي مسابقة متميزة. وأحب أوضح أن لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي دوراً مثمراً بالمساهمة في تقديم الدعم المادي للطاقات الطلابية. إن ما نراه اليوم من مشاريع تخرج للطلبة هي المرحلة النهائية لاستكمال متطلبات تخرج لأبنائنا الطلبة قبل توجههم إلى سوق العمل. ولا شك أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مبالغ في إعداد الطلبة للحياة العملية وتعريضهم للأمور الفنية في الحياة العملية. أما بالنسبة لهذا المعرض وهو المعرض 30، فيضم في هذا الفصل الدراسي 129 مشروع ل 505 طالب وطالبة من جميع الأقسام العلمية، طبعاً 6 أقسام مضافة إلى هندسة الكمبيوتر،